السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا تكلمت في موقف سابق لأحمد جميل عن حكاية الكروت وعن الكرت الأصفر الكرت الأزرق اللي طلع من الاتحاد النمساوي كلائحة داخلية لهم، يعني خروج الملعب نهائيا، والكرت الأحمر اللي عارفينه أنتم اللي طردت من المباراة. لكن كيف بدأت قصة الكروت ومن الذي اخترعها في كرة القدم؟ طبعا في كأس العالم 1966 اللي نظمتها إنجلترا، عانى الحكام الأوروبيون، ومن يتحدثون باللغة الإنجليزية عانى كثيرا بصعوبة التفاهم مع لاعبي منتخبات أمريكا الجنوبية، فكان الانذار يصعب الحكم أن يتفهم مع اللاعب حول انذاره، والطرد كان مجرد الإشارة فقط يشير له أنه يطرد من الملعب. قرر الفيفا أنه لا بد أن يضع حد لهذا الأمر، يعني بأي اقتراح أو شيء أنه ممكن أنه يوصل للاعبين أمريكا الجنوبية بالذات معلومة الطرد ومعلومة الانذار الأول. فاجتمع الفيفا، يقول أن الحكم الإنجليزي اسمه كين ستون، فكان في الطريق في سيارته، وقف عند إشارة المرور، استوحى الفكرة من إشارة المرور باللونين الأصفر والأحمر، الأصفر كأنذار أول والأحمر كطرد، ما تعني بالنسبة للسيارة أنك تهدي في الأصفر وتوقف في الأحمر، الأخضر ما كان له أي داعي أبدا. فاجتماع الفيفا عرض فكرته هذه، أن الحكم يكون معه كرتين أصفر كأنذار لأي لاعب يرتكب أي سلوك مشين أو خشونة، والأحمر بالطرد إبعاده من الملعب. فنفذت هذه الفكرة في عام 1970 ونجحت تماما، واستمرت ولا زالت قائمة حتى الآن.